Welcome back guys, معكم حسان سالم. بدنا نحضر بهذا الفيديو يا أحلى جيكس 18 دقيقة من لعبة God of War الجديدة اللي رح تصدر بيوم 20/4/2018. هلأ إذا هذا الفيديو بوصل 100 لايك فأنا رح أشتري اللعبة لحتى نلعبها ونختمها على القناة إن شاء الله. فاللي بيحب God of War يحط لايك ويشير هالفيديو بين أصحابه على الفيسبوك، تويتر، واتساب لحتى نوصل الميت لايك ونلعب اللعبة إن شاء الله. أوكي، هلأ الأجزاء الأولى من سلسلة God of War كانت تحكي عن القصة الملحمية بين كريتوس اللي هو بطل السلسلة والآلهة اليونانية اللي قرر ينتقم منهم ويقضي عليهم لأنهم خدعوه وخلوه يقتل مرته وبنته بالغلط، وبرضه خطفوا أخوه لكريتوس وعذبوه لأنهم كانوا مفكرين إنه نهايتهم رح تكون على إيد أخو كريتوس. طبعا هذا ملخص بسيط جدا لسلسلة تستاهل إنه الواحد يشتريها ويلعبها لأنها أكثر من رائعة. هلا هذا الجزء الجديد المفروض إنه أحداثه بتجري بعد مرور عدة سنوات على نهاية God of War 3، وكأنه كريتوس عرف إشي اسمه اليونان والآلهة اليونانية وقرر يرميها ورا ظهره ويبلش بداية جديدة. فكأنه صار مستكشف أو متجول، حب يشوف هاي الدنيا شو فيها إشي تاني غير اليونان. وكأنه برضو خلال رحلته خلف ابنه أتريس ووصل لمنطقة بتسيطر عليها الآلهة الإسكندنافية. فإحنا خلينا نحضر هالفيديو ونعلق عليه ونشوف شو بنقدر نطلع منه. أنا كنت ناوي أعمل كاسة شاي عشان أحضر وأنا بشرب كاسة شاي، بس طلع فيش شاي بالبيت فرح احضر بدون شاي. اوكي ليتس بيجن. سوني سوني وحصريات سوني رائعة. هاي كريتوس وهاي ابن اتريس. That's the soul leader. If that kills us, that's it. No Valhalla, no hell, no afterlife ever. هذا الوحش اسمه اكل الارواح. It does not attack. ما بيهاجم، بس بحال الوحش هذا ما بيهاجم. الصغير كان يفكره إشي تاني غير هيك. معلوماتك خطأ بقول له. Yes, let's go. Yeah, yeah. هذا الفأس من الآخر. هذا سلاح جديد بالسلسلة على فكرة. ابنه بيساعده بالقتال. اوه شفتوا كيف؟ ايوه 2-in-1. استخدم البيئة اللي حواليك يا كريتوس في القتال. اميزنج بالضبط. حلو انه الصغير شايل وزنه بالفايت بيساعده يعني. نايس نايس. على فكرة هذا الفأس اسمه ليفايثن اكس او فأس ليفايثن. ليفايثن هذا خلينا نقول عنه وحش الماء. انا بعرف هذا الشيء من ايام فاينل فانتسي لانه في وحش اسطوري بفاينل فانتسي اسمه ليفايثن، هو وحش ماء. حتى لاحظوا انه ضربه الفأس باللونها ازرق على لون المي. هذا تحليل شخصي على فكره، تهيأ لي هيك. شفتوا النقوشات اللي على الفأس ما احلاها؟ من الاخر هذا الفأس. اوكي زهق منه كريتوس للفأس فرماه. ليش رماه؟ You said I was cursed. Oh. You think I'm weak because I'm not like you. كريتوس مفكر انه ابنه ملعون. No, everything, boy. لانه ضعيف مش قوي زي كريتوس. No. فكريتوس مفكره ملعون. But at least I know the truth now. شي الحقيقة اللي بعرفها الصغير. اي حقيقة؟ حقيقة ابوه يعني؟ The truth. Hang on, boy. Okay. The truth. The truth. أو هذه مطرقة ثور. ثور من الآلهة الإسكندنافية على فكرة. نايس. And here I thought your kind was supposed to be so enlightened. هاي شكل كريتوس القديم على الفازة. الأجزاء القديمة. بسلاحه القديم. Yeah. The gods of these realms don't take kindly to outsiders. Trust me. When they find you. هاي بتحكي له دير بالك من الآلهة الإسكندنافية لأنها عارفة أنت شو عملت. يعني مش رح ترحمك.
Yeah. Oh, هذا الدرع صحيح. Nice, nice. الأسلحة الجديدة اللي بالسلسلة هاي حلوة أو بالجزء هذا. أيوة. أيوة فغش فغش فغش. رشعوا على اليونان بهاي الضربة. ايش ماله هاد؟ بالضبط. لا تتخوت على كريتوس. لا تتخوت على كريتوس. بعمل له. On our journey, we will be attacked by all manner of creature. صحيح رح يهجم عليك عدة وحوش. بالضبط. Close your heart to their desperation. بحكي لابنه سكر قلبك وشغل ايدك. ترحمش حدا يعني. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. بعلمه قاعد كيف يقاتل. Not everyone is bad. Mother always said to be open to those who can help. الصغير بحكي له بقول له بس مش كل الناس سيئة إلا يكون في حدا منيح. This boy is not your past. He is your son. صحيح. And he needs his father. بتحكي له ابنك مش ماضيك وهو بحاجة لأبوه. لا تعامل ابنك على إنه ماضيك. أوكي. أو بتذكر هذا المشهد شفته قبل هيك. وحش المي هذا منظره من الآخر. حلو شكله. شكله رهيب. The water serpent. وحش الماء. شايفين ما أحسنه؟ رجع له الفأس اللي رماه. What is it saying? He wants to help us. Oh, بده يساعدهم وحش المي. بس في ملاحظة. ابنه الصغير كيف فهم على الوحش شو بيحكي؟ كريتوس ما فهم. ولما سأله هذا شو بيحكي قاعد؟ قال له بده يساعدنا. الصغير فهم عليه. هذا إشي غريب. بعدين الصغير إذا لاحظته ضرب ضربة بسهمه فيها رعد. مش عارف هذا الصغير عنده قوة سحرية أو It's very weird. Yeah, only on PlayStation. Yep, I know, I know, I know. Greatness awaits. PlayStation. يا عمي حصريات PlayStation يعني Amazing. Amazing. Sony Interactive Entertainment presents. أنا بحب هذا الشعار. بس أشوف هذا الشعار بعرف إن هاللعبة رائعة. What? اوه يا ما لعبنا هيك واحنا صغار بالمجسمات هاي صح؟ نايس. كان عندي مجسمات لإكس مين ومورتال كومبات وكنت اعمل قصص واشياء. والله your mother's knife. Your mother's knife. سكينة امك. هذا اذا بدهم يدبلجوها بالمصري. What for? A test. She taught you to hunt, yes. لاحظوا برضو إنه شعر الولد لونه أحمر. وشعر كريتوس أسود معناته الأم شعرها كان أحمر. I am hungry. هذه ملاحظة. Oh, I am hungry. بقول له جوعان. بدي يأكل. بدي يأكل كريتوس. فروح صيد يا معلم. روح صيد. بدي أعلمك الصيد. You are hunting deer. شفته بيحكي له. Feed us. You tell me. طعمينا. Is that a question? شوف هالبيئة، شوف هالبيئة بس. على فكرة هيك ما عطيتني هيك شعور هاي اللعبة God of War بلعبة Hellblade Senua Sacrifice اللي لعبناها على القناة من فترة. اللي ما شافش اللعبة عندي على القناة يشوفها لأنها رائعة جدا. رح أحط الرابط تبعها في صندوق الوصف. هيك ما عطيتني شعور فيها مش عارف ليه. Knowledge gained tracking 25. على فكرة هذا الجزء
فيه عناصر RPG اللي هي تطوير الشخصيات والمهارات وهيك لكريتوس ولأتريوس. هذا إشي جديد كان بالسلسلة أو خبر جديد يعني، فرائع رائع. أنا بحب عناصر RPG في الألعاب، بتحمسك هيك إنه تطور الشخصية وتجيب مهارات وهيك. صد له هالغزال يا أتريوس، شايفه ما أنت جوعان؟ هيو قال لك استنى. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to. ما هو حكى لك استنى. أنت اللي شتت. Do not be sorry. Be better. ليش رميت السهم؟ قال لك استنى. أنت شايفه. بخوف. كريتوس. Find it. لطيف. Find it. اسمع كلامه أتريوس، بالله عليك شاف بلاوي زرقاء هذا بحياته. قال له هولد استنى، قام هذاك رمى السهم. مين؟ No, you are not getting it. Stay back. اوه الفأس كيف بتحول. نعم. يات فينش فينش. بشفع عليهم هدول الوحوش الصغيرة اللي بتيجي بتقاتل كريتوس. علق. اوه بقاتل بإيديه وبجريه و... وين الفأس؟ اوه اوه الفأس ضل ملزق هداك على الحيط. اوكي. I can help you fight. I'm ready. You have yet to prove that. بقول له رجع لي القوس بالسهم تبعيني بساعدك. قال له يا ريت لو تركز بغزالك انت. الحق الغزال. بعدين بعطيك القوس بالسهم تبعينك. بس شكله الصغير عنده قوة سحرية لأنه Back away, boy. خذ القوس بالسهم يلا فرشينا مهاراتك. حصل الشاب حصل. Back off, little green agent. And space your shots. I will draw it for me. آه. قدما من بركان. Damn. أيوة الفاضي. شوتت شوتت ارمي. شفتوا السهم رعد؟ أيوة هيك في مخه. على الحفة، نزل على الحفة. سبارتن ريج أطلق غضبك. يلا L3 R3 أطلق غضبك. أيوة هيك يلا. كسر الهذا. Now boy, shoot it! Shoot it in the head! Do it! Shoot it! Shoot! Ah! أنت الأبو! خرب بيتك! أخ! أنت الأبو! Damn it! I am so sorry. أنا آسف إني قتلتك. Your deer is getting away. أوه ركز على غزالك بقول له. ركز على غزالك. أنا بتفهم أتريوس لأنه أنا بالتصويب زيه. يعني لو كريتوس قال لي ساعدني بجيب السهم بنص رأسه. بس برضه بقول له ركز على الغزال، مصمم يعلمه الصيد. أوكي. إيش اسم المنطقة؟
Dothamoni? I can't believe we fought a real troll. And it froze when I told you to kill it. I know, but... بس هالفايت كان رهيب بين كريتوس وهداك ابو قرنين من تحت. She did, but I never had to kill him. Nice, nice. ما بعرف رح ناخد أسلحة تانية غير الفأس. مش عارف. بما إنها لعبة RPG يعني RPG بالعادة بيكون فيها أسلحة أكتر. Relax. ما بعرف. Do not think of it as an animal. ما تفكر إنه حيوان هذا. هدف. مجرد هدف وليس حيوان. إيه حرام برضه. ما أحلى الغزال هو وقرنه. حرام. بس برضه الجوع عاطل يعني. من ايش ياكله؟ هاي نوليدج جيند زادت المعرفه بالارشري. هي اركري ولا ارشري هاي الكلمه؟ والله ما عارف. ما اعرفش لفظها كيف. زادت مهاره الرمايه. شوف ما احلى القرنين. بدوي بالازرق. راح فيها الغزال المسكين. No. Finish what you started. خلص اللي بديته يا أترياس بقول له. Finish what you started. شوف محلى عينيه. دامت. مش قادر الصغير. أنا مش قادر أتفرج بصراحة. ها. I can't. يب. يب. خلص راح فيها الغزال خلص 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 طب كله حشيش. هذا كريتوس بمشي معه حشيش حشيش. كريتوس بده فيل سكين. هذا الولد على فكرة شكله راح اشفع عليه باللعبة اذا لعبناها. يا طفل 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 بيبي ولد. Oh. Now you are ready. You are ready. For what? جاهز لشو؟ عشان نقتل الغزال صار جاهز؟ A new beginning. No. خليك معه. في تنين؟ في تنين. الله دراغون. Yeah. بدنا نقاتل تنانين. حكاية ثون. مين ثون؟ ثومور the giant, a Jotun, was the greatest mason the realm. هذا بدي يحكي قصة. اوكي. Hoping to save his people from Thor's campaign of destruction, the elder giant toiled day and night, building a massive wall around Jotunheim. But finishing it alone was nigh impossible. He hoped to enlist the help of his only son, Hrimthur. But the boy had the heart of a warrior, not a builder, and refused to complete the task set forth by his father. Perhaps the mason had too much fear, or his son too much pride. Either way, the frustrated Thormur let out a bellow so loud it uprooted trees in the nearby woods. Then their quarrel came to blows. Eventually, Hrimthur ran off into the night, forsaking his father one last time. Thormur gave chase, only to find himself lost and alone in Midgard. His desperate cries never found the boy, and instead drew attention of another lurking in the darkness, Thor. Their battle was fierce but decisive. A blow from Thor's hammer caused Thormur to fall on his own chisel, driving it straight through his skull. He landed upon a village, crushing its inhabitants, who were known for worshipping the Vanir god Njord. His fall released a great burst of freezing energy, cloaking the landscape in snow and ice for miles in every direction. Thor always took credit for planning all this. But the truth is, the sweaty ball bag just got lucky. Their father-son quarrel forever changed the landscape of Midgard. The Deadstone Mason lies there to this day, an everlasting reminder of Thor's brutality. And the consequence of a son who dares betray his father. Whoa. Okay. Okay. هذا كان يحكي حكاية
اسكندنافية عن عملاق اسمه ثون، كان مشهور كتير بالبناء، كان يعني بناء كتير مشهور، وكان بيبني حواليه خلينا نقول جدار كبير في المنطقة اللي هو عايش فيها عشان يحمي حاله من هجمات ثور. تعرفوا ثور اللي هو آلهة الرعد. فهذا العملاق ما قدرش يكمل الجدار هذا لحاله، فطلب مساعدة ابنه. هلأ ابنه ما بده يكون بناء، بده يكون محارب، فرفض انه يساعده، فصار في خناقة كبيرة بين الأب وابنه. هلأ الابن هرب عشان يقاتل ويحارب ويبعد عن أبوه. لحقوا أبوه في الغابات. هلأ وهو بلحقه كان يطلع الأب صوت كتير عالي زي اللي بنده عليه يعني، لكن هذا الصوت العالي استدرج واستدرج ثور، يعني ثور سمع هذا الصوت فإجا لهذا العملاق، وزي ما شفته هجم عليه وقتله، يعني ثور قتل هذا ثون العملاق ثون. وبعد ما مات العملاق كأنها طلعت منه قوة جليدية جمدت كل المنطقة زي ما احنا شفنا هلأ بالفيديو، المنطقة كلها كانت مجمدة. فشكل السبب من هذا العملاق بعد ما مات. فاللي كان بيروي الحكاية بقول انه هذا العملاق لهلأ موجود وبيذكرنا ب خلينا نقول غضب ثور وقديش هو عنيف وقاسي جدا يعني لثور، وبرضه بيذكرنا كيف انه الخلاف اللي صار بين الاب وابنه شو سبب، يعني سبب دمار وسبب هلاك لكل هاي المنطقة. فكأنه هذا اللي بيروي الحكاية بيلمح للعلاقة بين كريتوس وأتريوس، انه هل أتريوس رح يطيع ابوه ويضل معاه وماشي تحت جناحه، ولا رح يخالفه ويروح بطريق تانية وبتكون النتيجة زي الزفت. فكأنه بلمح للقصة اللي في اللعبة، يمكن ما بعرف. انا بهمني كتير اعرف رأيكم يا احلى جيكس باللعبة وبهالفيديو، وشو ترتيباتكم لإلها. اوكي يا احلى جيكس، انا رح انهي الفيديو لهون، بتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوني من اللايك والسبسكرايب والشير، وانا قريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.